لكن يجب أن لا ننسى أن المحسن الأول وأن المتفضل الأول وأن المتكرم الأول وأن الذي يجب أن يشكر أولاً هو الله. في هذه الآية الله تعالى يقول وعلمناه، يعني نحن علمنا داود وعلمناه صنعة لبوس لكم. داود عليه الصلاة والسلام بوحي من الله صنع الدرع. قبل داود كان الناس في حروبهم يذهبون إلى الحرب بأبدانهم، ومن الواضح أن الإنسان إذا ذهب إلى الحرب ببدنه أنه معرض للخطر والقتل والجرح الأكثر فالأكثر، سيف وسهم ورمح، الوسائل القديمة، تأتي إلى جسد الإنسان سكين ولحم، سكين ورقبة، سيف ورأس، سهم وجسد، رمح وقلب، يخترق ويقتل ويجرح. الله سبحانه وتعالى علم داود الدرع. الدرع أغلب الشباب ما شايفين الدروع، لعل بعضهم شايفين الدروع في بعض التصاوير. الدرع عبارة عن حلق من الحديد تصنع في كيفية ثوب، فيلبسها الإنسان المحارب. ولني في المتحف العلمية هنا والمتحف الأثري لم أرى الدرع، ما أدري موجود في المتحفين أو مو موجود، لكن من الضروري وجود الدرع في المتحف حتى شبابنا يرون هذه الآلة الحربية القديمة. رأيت الدرع أنا شخصيا في متحف دمشق في قصر العظم، هناك أكو دروع محطوطة كان الناس يلبسونها إذا أرادوا الحرب. من مكتشف الدرع؟ مكتشف الدرع أو مخترعه. وفي العالم القديم قيمة الدرع قيمة الصاروخ أو القنبلة النيترونية في هذا اليوم بمناسبة المستوى وملاحظة أجهزة الحرب الدفاعية والهجومية. داود اكتشف بإذن الله وبوحي الله وبأمر الله الدرع. لذلك هذه الآية المباركة الله تعالى يقول وعلمناه صنعة لبوس لكم. لبوس يعني لباس، يعني علمناه هذه الصنعة صنعة الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم. لماذا علمناه؟ لتحصنكم من بأسكم، يعني لسبب أن هذا اللباس يحصن بعض المحاربين ويحصن بعضهم عن البعض الآخر المهاجم. لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ أيها البشر هل تشكرون الله على ما علمكم وأعطاكم وزودكم من ملابس للحر والبرد وللحرب والسلم؟ فهل أنتم شاكرون؟ هذا استفهام تحريضي، يعني أيها البشر أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أعطاها لكم. هذه الآية المباركة بطبيعة الحال في قصة الدرع وإشارة، لأن الآيات القرآنية مو مختصة بمفهومها وموضعها. أكو في الأحاديث عن الأئمة الطاهرين أن مثل القرآن مثل الشمس تجري كل يوم، يعني هذني أمثلة في القرآن. الأمثلة إنما يراد بها الوعد والوعيد والإنذار والتهديد والبشارة والوعظ والإرشاد والتوجيه. هذا المثال ما لا يقصد منه، صحيح أن داود صنع الدرع، وصحيح أن الدرع انقضى وقتها. ولعلم الإخوان المثقفين الودقاء درع مؤنثة مجازا، يعني تقول
أخذت الدرع الفلانية، التعنيف الدروع مشهورة بالدروع الداودية، داودية من لا يقال درع داودي، وإنما يقال درع داودية لأن الدرع مؤنثة سماعا حسب القواعد اللغة العربية. الدرع كان لها وقت وانقضى وقتها، والآن لا يستعمل الدروع وإنما تستعمل المسطحات والدبابات والرادارات وما أشبه. هذا مثال. المثال يعني أيها البشر اصنع المناهج. كم فرق بين صنع المنهج وبين صنع شيء مفرد؟ يعني هناك مثلا أنت أحيانا تصلي وسبعين سنة تصلي، إن صلاتك صحيحة ومقبولة وأنت مثاب عليها ومأجور، لكن هل سبعون صلاة مستحبة أفضل عند الله أو تبني مسجدا؟ أيهما أفضل؟ لا شك أن تبني مسجدا أفضل. لماذا؟ لأن بناءك للمسجد معناه عشرات الألوف من المصلين في مئة سنة ينتفعون من هذا الشيء. أنت مدرس، دكتور، محام، قاضي، مهندس، طبيب، هل من الأفضل أن تطيب المرضى وأنت طبيب؟ لا شك في فضله. كل مريض طيبته فلك أجر وثواب وذخر. أو تؤلف كتابا في الطب، هذا الكتاب يبقى ألف سنة مستقل للأطباء العظام، قال لا شك أنه أفضل. النبي الأعظم قال لعلي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الناس على كثرة العمل فعليك بصفو العمل. يعني بتشوف الحجم، شوف الفائدة. يعني أنك إذا طيبت ألف مريض هذا حجم كبير، وأن لك بكل مريض أجر. أما إذا دكتور واكتشفت علاجا وألفت هذا العلاج استفاد منه عشرة ملايين بشر. أبو علي بن سينا، هل تعلمون أنه قبل ألف سنة لكنه ألف كتابا يسمى بالقانون في الطب، وهذا القانون إلى قبل 200 سنة موضع دراسة كل أطباء العالم بما فيها الاتحاد السوفيتي وبما فيها أمريكا وإنجلترا وفرنسا. يعني 800 سنة هذا الكتاب موضع تدريس وتدرس وترجمة في كل الجامعات الطبية العالمية. والآن أيضا هذا الكتاب من مصادر الطب القانون، إن شاء الله إذا ذهبتم إلى مصر أو إلى إيران أو إلى العراق أو ما أشبه، راجعوا مكتبات وقولوا نريد قانون ابن سينا، أبو علي ابن سينا. أنا كان عندي هذا الكتاب في كربلاء العراق ولكنه نادر النسخة، أربع مجلدات وأحيانا يطبع في ثمان مجلدات ضخام، قانون ابن سينا في الطب. جعل المنهج للحياة، هذا هو الشيء الذي نريد أن نتكلم الليلة حوله. يعني أن هؤلاء الشباب الجالسين هنا والشابات الجالسات هنا، هؤلاء يجب أن يجعلوا في قائمة تفكيرهم جعل مناهج حيوية للسير على تلك المناهج الحيوية. يعني أنه من باب المثال أنت في الرميسية أو أنت في الصليخات أو أنت في الجهرة، يجب عليك لا وجوبا فقط أخلاقيا وإنما وجوبا شرعيا أنك إذا تمكنت تشترك مع أصدقاء آخرين في صنع مكتبة. إذا صنعت المكتبة أحيانا يمر على هذه المكتبة 100 عام
وألوف الشباب يستفيدون من هذه المكتبة، وأنت السبب لهداية هؤلاء، لأن الهداية مو معناها فقط الإيمان بالله، الهداية أيضا العلم. الله تعالى يقول في القرآن الحكيم، يقول إنا نرفع الذين يؤمنون والذين يؤتون العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكذلك إذا فتحت النادي، السيد عبد الحسين شهاد الدين الله يرحمه من علمائنا الكبار في لبنان، فتح هناك في صور نادي باسم نادي الإمام الصادق، للتباحث للتشاور لتبادل الأفكار وما أشبه. ومو واجب أن يكون ناديا دينيا، لا، حتى أنا جماعة من أصدقائنا في مقر الكويت مربوطين بهندسة المقر، قلت لهم افتحوا نادي لأجل الأمور المرتبطة بالطائرة، حتى تتمكنوا بالمستقبل من وضع الخطوط لتحسين الطائرات. الذين يتقدمون بالحياة هؤلاء ليسوا أجنة ولا ملائكة، الذين يكتشفون، الذين يخترعون، الذين يتقدمون، هؤلاء بشر مثلكم، وأحيان بشر أصغر منكم سنا أو أقل منكم مالا أو أقل منكم حرية، لكنهم في مناهج يسيرون ويسيرون حتى يصلوا. أما في بلادنا الإسلامية هذا الشيء قليل، موجود لكن قليل. منهج الحق ومنهج الباطل الذي ينتهج، يعني يفتح مثلا من باب المثال أمه في منطقة أنه إنسان جاء وفتح ناديا أو فتح مكتبة أو فتح مجلة علمية، الشباب يرتادون النادي ويرتادون المكتبة ويطالعون المجلة العلمية. ولنفرض في نفس تلك المنطقة إنسان آخر جاء وفتح مبغى، هل الشباب يرتادون المبغى؟ أو فتح مجلة خلاعية، ألم نقل في بعض البلاد الإسلامية ولا نسميها مجلات خلاعية؟ أيضا الناس يأخذونها ويقرؤونها. ولكن مرة قرأت أن في بيروت تصدر 35 مجلة خلاعية، مجلة عارية، إني رأيت بعضها، لكن أن عددها 35 بالشهر بين أسبوعية وبين شهرية، هذا عدد هائل. المجلة العلمية الشباب يقرؤونها، والمجلة الخلاعية الشباب يقرؤونها. فالمهم أن تفتح مجلة علمية، والمهم أن تفتح ناديا طائريا، يعني مربوط بالطائرة، أو ناديا مربوط بصنع السيارات. الحقيقة هذا العجيب، وأنا قارنت هذا الشيء شخصاً وأقول لكم قارنوا حتى تروا هذا الشيء بأم عيونكم. المجلات يومية تصدر عندنا وفي كل البلاد الإسلامية، مجلات مختلف الأنواع، حتى تصل إلى آخر المجلة أكو باب التعارف. في باب التعارف ترى يقول إني شاب عمري 20 سنة ومن مدينة كذا، وتصويره موجود، وهوايتي جمع الطوابع. الثاني يقول إني شاب عمري 18 سنة ومدينتي كذا واسمي كذا وهوايتي لعب الكرة. والثالث يقول هوايتي السباحة. والرابع يقول هوايتي مثلا كذا. والخامس يقول، وهذا أعجبهم، هوايتي مراسلة الجنسين. هل هذه مفاخر في الحقيقة؟ أن الإنسان يجمع الطوابع، هذا عمل الشاب النشط المثقف في بلد فيه مال وحرية وإمكانيات. أو هوايتي السباحة، أو هوايتي مراسلة الجنسين، أو هوايتي كذا من الأشياء
التي لا تضر ولا تنفع أو تمر. أما هل رأيت في مجلاتنا على كثرتها تقول هواية اكتشاف ميكروب جديد؟ حقيقة أنا ما شاء، لكن أنا شايف في كتب الغربيين ومجلاتهم هذا الشيء، هواية صنع الطائرات، هواية تجميع السيارات، هواية التحسين في سير القطار، هواية تجميل المدينة. حاج يوسف كمال هذا الرجل المشهور المحسن حفظه الله جاي من أسبانيا، يقول في أسبانيا يدخلون الديكور في كل شيء، ولذا ترى أسبانيا تفعل الجمال والروعة. مثلا هو قال من باب المثال، أحيانا الإنسان يجد في أي بلد من بلادنا حديقة، وجد الله العاملين بالحديقة حكومة أو شعبا. يقول هناك ما يعملون حديقة، نفس الحديقة يسووا ديكور. ديكور يعني شنو؟ يعني يجعلون هذه الحديقة ذات 20 مترا في شكل هلالين ونجمتين ومزارية، حتى أن الإنسان إذا رأى الحديقة وبنفس النسبة رأى الدكان والبيت والحائط والشباك يرى على طول الخط الجمال والروعة. هل فكر شبابنا أو رأيت في مجلاتنا ذات مرة أن يقول شاب إن هوايتي إدخال الروعة والجمال في حدائق البلد؟ أو هل رأيت أن يقول شاب من شبابنا أن هوايتي مع جماعة آخرين من أصدقائنا أن نبلغ الأرصفة؟ ما عندنا، ولماذا ما عندنا؟ ولماذا نحن متأخرون؟ ولماذا المكتشفون والعلماء والمفكرون والمخترعون كلهم من لندن ومن باريس ومن نيويورك ومن موسكو وحتى من بكين؟ هل تعلمون أن بكين عمرها الآن ما يقارب 30 سنة فقط؟ لأن بكين تحررت من نير الاستعمار في 1948 48 والآن 78 يعني 30 سنة عمرها، بينما هم يصنعون الطائرة والسيارة والدبابة وحتى الذرة، وبينما نحن المسلمين كم عمرنا وكم حضارتنا وكم أموالنا وكم سوابقنا، والآن نعيش في الحضارة كضيوف، ضيوف الحضارة. نعم، يعني أنت إذا جئت إلى هذه الديوانية ترى مروحة، لكن المروحة مو لنا، وترى الكهرباء والكهرباء والمصابيح مو لنا، وترى المكبرة والمكبرة مو لنا، وترى التليفون والتليفون مو لنا، وترى الكونديشن والكونديشن مو لنا، وترى الساعة والساعة مو لنا، وترى كل شيء مو لنا. يعني نحن ضيوف، ضيوف عن شنو؟ يعني تروح إلى مثلا لندن ضيف أنت، ترى القطار والسيارة والطائرة والشارع والفندق وكلها على لك، وأنت تستفيد منها، لكن مو لك. نحن يجب علينا أن نفكر في هذا الشيء، ونفكر طويلا طويلا، لا تكون أسباب غير مهيئة الحقيقة. كل مكتشف الأسباب لم تكن مهيئة له، كما نزعم نحن من أن الأسباب يجب أن تتوفر وتتوفر وتتوفر وتتوفر. في طوكيو، ما لأيكم عندكم كتاب حول الفلك؟ رجعوا هذا الكتاب حول الفلك في هذه القصة التي أنقلها، لأن هذه القصة موجود في كل الكتب الفلكية العالمية. شاب يدرس في الثانوية، هاي قصة ما قبل 20 سنة أو أقل وقتها، هالحوادث، يدرس في الثانوية، يعني ثقافته ثقافة ثانوية، ثم لا يتمكن من أن يعيش نفسه، لأن الحكومة لا تعيشه وعائلته ما عندهم فلوس وأبوه ميت، فصباحاً إلى ظهراً يذهب للدراسة في المدرسة.
وبعد الظهر يأكل غذاءه ويركض إلى محل حداده. يا شباب اسمعوا، يركض إلى محل حداده، حداد صانع حداد في قبال أجر بسيط يعيش به نفسه وأمه العجوز ولباسه ودراسته ومدرسته. وكما تعلمون في كثير من بلاد العالم حتى المدرسة بفلوس، وحتى الكتاب بفلوس، وحتى مرافق المدرسة بفلوس، وأنتم لا تعطون الفلوس لأي شيء، مجان كل شيء. بقي العمل. أنا أذكر في العراق في أيام كنت أنا هنا، المتوسطة والثانوية كانت بفلوس. قسم من الطلاب يأتون إلي ويقولون إحنا سيدنا عطنا فلوس نعيش عائلتنا، لكن الفلوس المتوسطة ما عندنا. وبالتالي ايش كبر الفلوس المتوسطة؟ 10 دنانير. فأعرف ولدتي أكثر البلاد في العالم المدارس بفلوس، هذا لا شك فيه، وحتى الابتدائية بفلوس. هذا الولد من هذا القبيل فيحتاج إلى إدارة عائلته الصغيرة المكونة من أمه ومنه، ويحتاج إلى فلوس لأكله، لباسه، مسكنه، مدرسته. فأصدقائي يروح إلى أين؟ إلى حدادة، صانع حداد يشتغل. لكن عنده هواية، هواية من الطوابع تافه. صحيح جمع الطوابع، لكن أهم أكون أو هواية لعب الكرة، صحيح لعب الكرة، لكن مو صرف الوقت كله في لعب الكرة. أما مراسلة الجنسين فهذا محرم شرعا. أي معنى أن الفتاة تراسل ولدا أجنبيا أو فتى وشابا يراسل فتاة أجنبية؟ هذا حرام شرعا. هذا الولد عنده هواية، ولد عمره 15-16 سنة ويروح صباحا مدرسة وعصرا يشتغل في الحدادة وعنده هواية. هواية شنو؟ من هذا الدخل الصغير الحقير جمع فلوس واشترى تلسكوب. تلسكوب يعني الذي يشوف الأبعاد، يعني هو عنده تلسكوب يشوف الأبعاد، وعندنا ميكروسكوب يشوف الذرة والميكروبات. اشترى تلسكوب بهذه الفلوس. لما يأتي من الحدادة وهو مرهق وواضح مرهق، خدمة البيت، دراسة، دكان، ويأتي إلى البيت يروح ينام. لا، يروح ينام، عنده رواية. يجي إلى السقف مال بيتكم، قلت إذا عندهم كتب في علم الفلك راجعوا هذا الشيء الذي أقوله. يروح إلى السقف ويأخذ هذا التلسكوب والذي يلعب بعاد وينظر إلى الأنجم ووضعها وكيفيتها وصورها وحركتها. لكن شاب في الثانوية وهو حداد، هل يفهم شيئا من السماء؟ نعم يفهم. هوايته هذا ليلية، يذهب ويطالع الأنجمة ويدفق ويكتب ملاحظات، ثم يطابق هذه الملاحظات مع كتب علم الفلك، يشوف نفس الشيء. مثلا كاتبين في علم الفلك بنات النعش، بنات النعش أكو أنجم في السماء في القطب الشمالي ويسمى بالدب الأكبر والدب الأصغر، يسمى بنات النعش. 4 كنعش، نعش ميت، وثلاثة مثل بنات ورائه، ولهذا تسمى بنات النعش. مثلا يطالع في الهواء وفي الفلك بنات النعش، 4 أنجم كشكل نعش وتابوت مال الأموات، ثلاثة أنجم وراء بنات النعش، هذه كبنات لميت. صوروا هكذا علماء الارتدابة النجوميين. فهذا يطالع يشوف نفس الشيء الذي هو رأى بسبب هذا المنجهر وبسبب هذا التلسكوب، نفسه موجود في الكتاب صح. أو يرى مثلا سنبلة، ميزان، عقرب، لأن كلها عندي صور في السماء. هذه أنجم بشكل صور في السماء كمنطقة السماء 12، وكل يوم تقرأون في الجرائد والمجلات وموجود صورها. حمل، ثور، جوزاء، سرطان، أسد، سنبلة، ميزان، عقرب، قوس، جدي،
دال حور معش لذني كمنطقة أو السماء. ثم أكو بعد ذلك 36 صورة أخرى في السماء أيضاً اكتشفها القدماء قبل 5000 سنة. والعلماء الجدد أيضاً صدقوها، المرأة ذات السلسلة والنسر الواقع والنسر الطائر والسماك والرمحين وإلى 48 صورة في السماء اكتشفها اليونان القديم وقبل يونان وبعد يونان وإلى اليوم. صح، هذا يلاحظ السماء ويسجل ثم يطابقه إلى كتب الكتب مع جماعة الأسف يأتي إلى المكتبة المكتبات العامة يطبقها الصور التي كتبها ويشوف هذه الصورة مطابقة إلى ماذا؟ إلى الصور المكتوبة في الكتب الفلكية لنغير من حقيقتنا ومن أحوالنا حتى نتقدم. وطريق التقدم واضح، طريق واضح واضح، بس يحتاج إلى الاتباع والتدبر. الحقيقة إذا هيأنا نحن مكتشف الميكروب باستور بلا تهيئ وصل، ومكتشف السرطان والسل يعني ميكروبات هذه الحيوانات وهذه الأمراض بلا تهيئ كانوا يصلون. أما إذا هيأنا فنعم المطلوب لنغير. لا تكن أنا الشاب، لا تنظر إلى نار نفسك نظرة صغيرة. يقولون يعني الناس الإنسان يجب أن يكون له حالتان، حالة الصغر أمام الناس متواضع، وحالة الكبر والثقة بالنفس والاعتزاز في قدر أنا شخص وأنا أيضا قادر. أولئك الذين عملوا وصنعوا واكتشفوا هؤلاء ما كانوا عمالقة ولا كانوا أجنة ولا كانوا ملائكة ولا كان عمر أحدهم 80 و90 سنة، كن كانوا مثلنا صغار. وأحيانا تجد مكتشفا عظيما وعمره 20 سنة وعمره 30 سنة وعمره 25 سنة. أحد علمائنا الكبار الذي يسمى بصاحب الجواهر ألف موسوعة فقهية وحيد في العالم. هذا الموسوعة الفقهية ولا أبالغ لما أقول وحيد في العالم بالنسبة إلى الفقه الإسلامي، هذا شرح في هذا الكتاب وعمره 20 سنة فقط وانتهى من تأليفه وعمره 55 سنة، يعني في إضغار 35 سنة ألف هذه الموسوعة الفقهية الإسلامية الهائلة التي تحتوي على ما يقارب مليون حقوق إسلامي. صحيح الجواب؟ معروف قبته بالنجف الأشرف. إن شاء الله إذا ذهبتم إلى النجف الأشرف وإلى العراق بعد زيارة الإمام أمير المؤمنين قولوا إننا نريد أن نزور هذا العالم صاحب الجواهر. قبره وناوله قبة ومريح وعالم صاحب الجواهر. وتعلمون أنه كيف كان يعيش فقير، يألف وهو فقير لا يملك إلا تمرات يأكلها صاحب الجواهر. وأصرته إلى اليوم مشهور في العراق وصفة الجواهري، لأن سمى كتابه جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ما يقارب مليون حكم أبو بهذا الشيء وحده ألف وهو في حالة فقر. شباب يصنعون الأشياء، شباب لهم هوايات ثم يصلون. أما هواية الأطفال فهذا أخير يصنع مكتشف، هواية مراسلة الجنسين أخير يصبح مخترع. لا، إننا يجب علينا أن نهيئ الأجواء الخارجية والنفسية وإلا نبقى في أخير القافلة. أبو أحد الشعراء المشهورين ويسمى سعدي، هذا معروف، هذا رجل من شيراز، وهذا من عظمته يقولون 700 سنة لأنه هو كان يعيش قبل 700 سنة. من عظمته يقولون إنه في خلال 700 سنة ما جاء شاعر فاهم للحياة حكيما من هذا الطراز. 700 سنة ما جاء مثله. لماذا؟
لأنه يدخلون في أحواله وألقبه بشرار ويقول كلمتهم رأيتم قبرا. وأنا شخصيا ذات مرة في دمشق كنت قبل 22 سنة رأيت فرد شارع باسم شارع سعدي، وكلكم رأيتم بقاقيل في الكويت وغير بقاقيل، بقال سعدي، بخار سعدي في كل العالم، حتى في موسكو لهذا الشاعر اسم، وحتى في لندن لهذا الشاعر اسم، لأنه ناضج فهم للحياة، أفرغ فهمه للحياة في أشعار. الواحدة من 17 سنة إلى هسه ننتظر نسخة ثانية للسعدي، مو يدخلون في أحوال هذا الرجل نظام قرار هكذا من مليارات من الناس. يقولون انه درس في الجامعه النظاميه، المدرسه النظاميه، كان في الحقيقه سابقا عندنا تشويق وعمل وكل شيء في وقت الاسلام قائم، وفي وقت الاسلام يلاحظ كل جوانب الحياه. كانت مدرسه نظاميه في بغداد اسسها احد العلماء وهو كان وزير الملك في نفس الوقت، اسم العالم نظام الملك، واسم الملك ملك شاه، ملك سلاجقه. انتم قارئين شباب في كتب المدارس احوال السلاجقه. السلاجقه هؤلاء قبل تقريبا 700 سنه جاءوا للعراق وحكموا العراق، وهذا الوزير كان لهم وزير كبير وشخصيه يسمى نظام الملك، له محبه بالعلم والعلماء والثقافه والحضاره. هذا أن يأتي بغداد المدرسة النظامية، لكن أي مدرسة في الحقيقة عانى، ولو أنه ما شاهد كل مدارس العالم وما شاهد كل مدارس العالم، لكن كل ما قرأت عن مدارس العالم لفت إلى هذه المدرسة. هذه المدرسة كانت تهيئ لطلابها أولا كل أقسام العلوم لذلك اليوم، كل أقسام العلم، وهذا شيء متوفر من العالم، جامعة هارفارد أكو، هذه جامعة كذا أكو، جامعة كامبريدج أكو، جامعة سوربون أكو، هذا شيء، وهو مخترع هذا الشيء. كل أقسام العلوم والمعرفة جمعها في مدرسة واحدة، ومدرسة كل مدرسة الأعظم، مدرسة يعني بمقدار ولد الجار أو بمقدار وضع الكويت، مدرسة النظامية. وكان يشجع العلم والعلماء بكل أنحاء التشجيع، وفوق ذلك والذي ما وجدت مثله في كل العالم المعاصر، أنه إذا جاءه طالب، الآن شلون طلابنا يذهبون إلى لندن ونيويورك وباريس للدراسة، لكن وقت بغداد عاصمة وحاضرة العالم الإسلامي، فيأتون إليه من المغرب والمشرق والمسلم والكافر واليهودية والمسيحية ومختلف الدراسات. فكان من جملة ما يهيئ لهؤلاء الطلاب شنو؟ أنه يقول لهم: أي منكم يريد الزوجة؟ إني أزوجها من فتاة حسب رغبتها، ونعطيه ملحقا بالمدرسة دارا. فما دام هو يدرس في المدرسة ومدة عمر الدراسة في المدرسة 30 سنة، هذه زوجته. فإذا بعد ذلك أراد أن يرجع إلى بلاده، أراد أن يتخذها معه ويذهب بها إلى بلده، فدعوا له. وإذا لا يريد هذا فليطلقها وليذهب هو وحده. وعلي وعلى المدرسة النظامية وعلى نظام الملك نفقة الزوجة والدار والزوج والدراسة حتى يدرسوا بفارغ الخاطر. فقلت منهم يأتون بزوجاتهم بطبيعة الحال، متزوجين يأتون إلى هذه المدرسة ما يحتاجون إلى زوجة، أما إذا ما عنده زوجة يرغبه نظام الملك في الزواج. هذه المدرسة خرجت أطراف العلماء من جمهورهم السعد 30 سنة في هذه المدرسة، 30 سنة بلا انقطاع، لأنه يحتاج إلى رواح العلماء كما زوجته معه وأهله معه ومعاشه مكفى من كل شيء لأنه يدرس
من الطبيعي أن إنسانا يدرس هكذا يخرج كسعدي، ليس له هم بالحياة إلا الدراسة ليل نهار صباح مساء، ونفقته مؤمنة وداره مؤمنة ودراسته مؤمنة ومغفرته مؤمنة ومدرسه مؤمنون. فإذا قلنا لنجعل مناهج حتى نربي مدارس مكتبات نوادي مؤسسات صناديق خيرية، ذات مرة إني قلت على شيء أظن في المسجد في الحقيقة تعلمون أنه أي تكليف علينا نحن بالنسبة إلى بناتنا وأولادنا، تعلمون أنه في نفس أصدقائنا ما يقارب 200-400-500 بين شاب وشاب لا يتمكن من الزواج لأنه لا يملك دارا ولا يملك مالا مهرا ولا يملك مستقبلا. لو كانت عندنا صناديق خيرية هل لم نكن نزوج هؤلاء حتى ينجبوا أولادا ويحفظوا أنفسهم وحتى نحل مشكلة الاجتماعية؟ ما كل هذا شيء كتحسر، وإنما وجود جعل الطرق، هذا هو صناديق خيرية للاستدامة، صناديق خيرية للزواج، صناديق خيرية لتشغيل العاملين، صناديق خيرية لتشجيع المتفوقين. قالوا أن نتفوق في أحد مدارسنا في أحد مدارسنا، صحيح أنه يكتبون في الجريدة اسمه وانتهى كل شيء أو فالجائزة بسيطة وكان الله غفورا رحيما. أما إذا هذا الطالب قلنا نحن صندوق لنا خيري أجر الطالب المتفوق، نحن باستعداد أن نزودك بالمال الكافي حتى تذهب إلى أي جامعة شئت وتدرس هناك وتتخرج دكتور أو بروفيسور أو أكثر، تعلمون أي طاقات نستغلها للعمل؟ يجب أن تكون هذه الأشياء لنا. المسلمون كانت لهم، يا شباب اقرأوا تاريخ الإسلام، تاريخ المسلمين، تاريخ الأخوات الإسلامية، تاريخ المدارس الإسلامية. كان في مصر في أيام قلاوون حاكم يسمى قلاوون، حاكم تركي اسمه قلاوون، في أيامه رجع التاريخ، العالم إلى اليوم يعترف بأنه ليس له مستشفى كمستشفى قلاوون، العالم يعترف، رجع الكتب شوفوا، هذا رجل قلاوون الحاكم الأعلى في مصر ذاك اليوم فتح مستشفيات، مستشفيات أكو أعلام في كل العالم وكثير منها مجانية، لكن هذه المستشفيات مستشفيات قلاوون امتيازها أنه يتقبل حتى غير المريض، فكان قلاوون معطي أوامر إلى وزير الصحة عنده، قالوا أن هؤلاء الذين يأتون إلى المستشفيات أحيانا ليسوا مرضى وإنما يأتون إلى المستشفى لأجل الفرار من عيش ومن تكاليف الحياة الطبيعية. الطالب خارج في العالم السابق وفي عالم اليوم، ولو أن الطالب في عالم اليوم أكثر لقصة طويلة إن شاء الله ذات مرة أخرى نقول القصة. فكان قائل إلى وزير صحته قلاوون أن مستشفياتنا أي إنسان يدخلها يقبلوه ولو هو مريض، لأن هؤلاء يفرون من صعوبة العيش ولا بأس، ونحن نريد مساعدة المريض والصحيح. فكثير من الناس في أيام البطالة ما عندهم مثلا أكل شرب كانوا يأتون إلى مستشفيات قلاوون، وهناك الطبيب الأخصائي يخاصمهم ويسأل من هل أنت مريض؟ إذا أنت مريض فضل في ركات المرض وفي صالات المرض، وإذا أنت مو مريض عندنا صالات أخرى. قسم منهم بخجل أو بغير خجل يقولون لا إحنا مو مرضى وإنما صعوبة العيش ألجأتنا إلى المستشفى من حول فضلوا. وبعد أن يخرج كل مريض وكل غير مريض يزودوه بملابس وبمال، يقولون لماذا؟ يقولون أن هذا الإنسان في مدة كونه في المستشفى ما تمكن من الاكتساب فما عنده مال، الآن يخرج. قسم من الناس عندهم ذخائر وعندهم عرس، هذا صحيح، أما قسم من الناس ما عندهم، والله ما
هذا اليوم كان عامل يقول لي سيدي يعني ما اشتغل اموت جوعا لا ما قلت له انت انجحت لو قال لا قلت بتتمكن على انه مثلا نصف اليوم تشتغل قال له قال انا عارف انه واذا ما اشتغل في الحقيقه ما عندي لا اكل لا اي شيء ابغى اتنور من النار في العالم فما تكذب صيامي قلت له العلماء يقولون صوم تصحى واذهب واشتغل فإذا اشتد لك العطش فاشرب الماء العلماء يقتلون هذا الشيء جائز لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج فكانت المستشفى مستشفيات قلاوون تقول إن هذا الإنسان الذي كان في المستشفى معناه 10 أيام 20 يوم شهر شهرين أكثر أقل لم يشتغل وإذا خرج من المستشفى بعد على حالة النقاهة وفي حالة النقاهة ما يتكلم من الشغل حداد نجار دقاق خباز عامل فيزودوا بالمال حتى مدة نقاهته وضعفه المتعقدة للمستشفى يقضيها بفلوس المستشفى يا شباب هل قوانين في أي كتاب حتى في نيويورك هل شكل قانونك؟ أنا ما قريت القانون ملابس وضيافة وبعد ذلك فلوس غير ما في المستشفى اللي يلبس في هذا المبلغ لا وقت اللي يطلع يرتوق لباس كامل تعاونوا على البر والتقوى المسلمون في الحقيقة وصلوا إلى ما وصلوا إليه لأنهم كانوا إنسانا لأنهم كانوا مسلمين من الصحيح أن تقول أن قسما من الناس أيضا يصبحون كلا على مستشفى قلاوون هذا صحيح لكنه أنتم أغلقتم أصول حدائق في البيوت حديقتكم يشرب فيها الماء مئة من الأشواق لأجل 20 من الورود هذا هو كان عشري لفترة يقول صحيح أن بعض الناس يأتون هنا تكل على المستشفى لكن إني ألاحظ أولئك الذين يأتون إلى المستشفى وقد انقطع بهم الشغل لأجل أولئك أحترم هؤلاء كما يقول الشاعر لأجل عين ألف عين تكرم يعني تريد إكرام عين تريد دعوة إنسان شخصية تدعو معه زوجته وولده وخادمه وقديمه وسائقه لأجله هكذا كنا ولهذا قعدنا وكتبنا أجمل التواريخ لكن اليوم صارت البطالة مهنتنا وعدم التفكر وعدم العمل وعدم الحركة انحطقنا الطائر ما دام يطير يصعد وإذا أوقف جناحيه ينزل أربعة الأمور وأنت نفس الطائر وأنت نفس الطائر إذا انتهينا إلى أمرين الأمر الأول ونكررها يا شباب ويا شابات المخاطب الشباب الشابات أيضا راجعوا في المخترعين قدم منهم فتيات فتاة مخترعة كبيرة وفي أصفهان أكو امرأة مجتهدة الأصفهانيين في المجلس يقولون هذا الشيء العلوية الهاشمية مجتهدة مجتهدة ولها تعاليف وإني رأيت تعاليفها تعاليف جدا عظيمة أيضا تعاليف موجودة في المكتبات راجعوا شوفوا تعريف العلوي تعريف العلوية الهاشمية قال مو حق الشباب أقول ولكم أيها الفتيات أيضا قال أبو العلم فريضة على كل مسلم ثم ماذا؟ ومسلمة ولم يكن الانتقال نتيجة هذا المتحف أمران الأمر الأول على شبابنا أن يرفعوا من مستويات بلادنا حتى بعد 10 سنوات نقرأ أن الشاب الفلاني الكويتي اكتشف طائرة فلانية
اكتشف الميكروب الفلاني، اكتشف الموج الفلاني في العالم، لأن العالم توجه للأمواج. اكتشف اخترع، لا يقولون ياباني ويوناني وقبرصي ونيويوركي ولندني، وأما كويتي صفر، أما عراقي صفر، أما إيراني صفر، أما مصري صفر، أما سوري صفر، أما باكستاني صفر. لماذا؟ نحن أصفار. هي الآن هذه الدرجة التي تجعلها تحت رسالة تنزل شنو؟ درجة فهرنهايت. فهرنهايت رجل ألماني يكتب هذه الدرجة. درجة فهرنهايت. مقر. لأنه اكتشف شيئا تعين أنك مريض أو غير مريض، ذو حمى أو غير ذو حمى، وكم درجة حمى وكم درجة ضعفك؟ إلى 38 معدل، تحته ضعف فوقه حمى. لكن ما بعد درجة محمد؟ اكتشاف علي، اختراع حمزة، اجنب موت. الشيء الأول من الضروري علينا الشباب أن نهتم حتى نقرأ في المجلات فلان عمره فلان هوايته اكتشاف ميكروب السرطان، مو هوايته جمع الطوابع او كرة الطائرة او كرة السلة او السباحة او العدو. هذا الشيء الاول، الشباب يشتغلون ويعملون ويقابلون. الشيء الثاني، واجب علينا نحن اباء وامهات واثرياء وفقراء وشباب وشيوخ وكبار وصغار، جعل المناهج الحياة. المناهج تعني المدارس، يعني النوادي، يعني المؤسسات، يعني المكتبات، يعني الصناديق الخيرية، يعني العمل محل إشعاع. وبهذه الآية المباركة التي تلوناها الله سبحانه وتعالى يشير إلى تحفيز لنا بهذه الجهة في قصة داود، حيث يقول: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ وصف